عليكم. اليوم نروحوا للمدينة تاع قسنطينة لنقف على الأشغال تاع التهيئة تاع الساحة المركزية في وسط مدينة قسنطينة واللي تسمى بساحة لابراش واللي قعدت عشرات سنين مهملة. شفتها هذه مدة حوالي 5 أو 6 سنوات، والله الدمعات هبطت تشوف الساحة بهذا الزخم وهذا المكان الرائع وسط مدينة قسنطينة في حالة مهملة. اليوم فرحت كي شفت الصور، آخر صور على الأشغال تاع التهيئة تاع الساحة هذه، واللي أكيد يعني بالنظر إلى الكثافة السكانية اللي تعرفها مدينة قسنطينة والازدحام نتاع في كل أيام الأسبوع تلقى ازدحام كبير في مدينة قسنطينة، هذه الساحة تعتبر متنفس أكيد للسكان تاع المدينة وللزوار نتاع مدينة قسنطينة. إن شاء الله تكون فيه تهيئات لمساحات في هذا الشكل في مدن أخرى. والنقطة السوداء اللي تبقى يعني دائما وأبدا هي قضية يعني خلق مساحات خضراء اللي تنقص كثير في التهيئات نتاعنا في الوسط الحضاري نتاعنا. إذا نخليكم تتابعوا هذا الفيديو حول التهيئة نتاع ساحة لابراش وسط مدينة قسنطينة واللي يعني الإشغال انتهت بها. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.